بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا السلام عليكم. هذا ملخص لمنهج آلات كهربائية 2 سمستر الخامس. طبعا نحن هندير مراجعة سريعة لما تم شرحه قبل إيقاف الدراسة بسبب مرض كورونا، ونحاول نمر على الباب الأول بشكل سريع كمراجعة، ونحاول نلخص المنهج كله في 4 أو 5 محاضرات، بيش يكون حوصلة لأهم المعلومات اللي المفروض تكون عند أبناء الطلبة كأساسيات ممكن يستفيد منها إن شاء الله في المستقبل. طبعا الأهداف من دراسة الآلات الكهربائية، باعتبارنا أن الآلات الكهربائية هي جزء أساسي لا يمكن الاستغناء عنه في جميع المجالات الصناعية، لذلك فإنه من الضروري جدا تعلم ودراسة الآلات الكهربائية من حيث التركيب والتشغيل، وأيضا الاختبار المناسب لدعم المجالات الصناعية وتطويرها. لأن ما تقدرش تقعد مهندس ميداني وما عندكش فكرة عن الآلات الكهربائية وأنواعها وكيف يتم التركيب، شنو أصلا تركيبها وكيف يتم تشغيلها، طرق اختبارها وصيانتها. لازم يكون عندك فكرة. أهم شيء التركيب، لأنه هو اللي يعطيك تحليل بعدين الأعطال وطريقة حل المشاكل. طبعا قبل كل شيء لازم احنا ناخذ الآلات الكهربائية من حيث التصنيف، وجميع أنواع الآلات الكهربائية تصنف من خلال هذا الشكل اللي ممكن نقوله الآلات الكهربائية هن في الأساس نوعان أو 3 بالكثير، يعني يا إما نقول هو الآلة الكهربائية يا إما مولد يا إما محرك، يا مولد يا محرك، يا جنريتور يا موتر. هذه الآلات الكهربائية اللي احنا في صدد دراستها. بالإضافة إلى المحول، المحول هو نوع آلة كهربائية بس هنتكلم عليها بروحها هنقرنها، لكن الآلات الكهربائية ذات الحركة الميكانيكية أو اللي هي فيها اللي فيها دوران فيها مثلا حركة هي المولدات والمحركات. فعندك نوعان من الماشين، نوع يكون اي سي ونوع يكون دي سي. شو المقصود بالدي سي؟ الدي سي هن آلات التيار المستمر، الآلات اللي يشتغلن بالتيار المستمر الثابت. لكن والنوع الثاني الاي سي هن آلات التيار المتردد او المتغير او المتذبذب، نفس الفكرة. لان الشغل على الاي سي مثلا هنقول 220 فولت و400 فولت، هذين التيارات هذين الآلات المقصود بهم. لكن كلتا النوعين والصنفين هن يا ما يكون يا محرك يا مولد، هذه ضروري، هذه الأساسية، يا جنريتر يا موتر. هذه التصنيفات الرئيسية للآلات الكهربائية. بالإضافة إلى المحولات، المحولات تفرق عن الآلات التيار المستمر والمتردد، لأن المولدات والمحركات، إن المحول آلة كهربائية ساكنة ما عندهاش حركة ودوران، عضو دوار وعضو ثابت، كيف بقى ناخده بعدين إن شاء الله وخذينا في الماشين ون. إن تركيبات الآلات تتكون من عضوين أساسيات، عضو ثابت وعضو متحرك أو عضو دوار. هذا اللي يدور هذا ما عندناش احنا في المحولات. هي المحول معروف، ومحول حتى انتم خذيتوا محولات في مقرر المحولات الكهربائية. المحول معروف انه هو عبارة عن ملف ابتدائي وملف ثانوي، برايمري كويل سكندري كويل، هذا اهم حاجة في الملف، بالإضافة للكور وبعض المكونات الأخرى مثل زيت التبريد وغيرها من الأمور اللي هناخدوه إن شاء الله بعدين. لكن تصنيف المحولات، كيف تصنف المحولات؟ تصنف على حسب عدد الأطوار وحسب الوظيفة وحسب التركيب. لكن التصنيف العام المعروف به المحول يقول لك محول سنجل فيز وثري فيز، هذينا أكتر شيء يكون فازة واحدة أو 3 فازات بالعامية. يقول لك سنجل فيز يعني طور واحد أو وجه واحد بالعربي، وثري فيز يعني 3 أطوار أو 3 أوجه.
بين الـ R والـ S والـ T بإضافة للـ N هي نيوترال. في نوع آخر من المحولات حتى محول مهم جدا حناخذه إن شاء الله، هو المحول الذاتي اللي هو الأوتو ترانسفورمر. المحول الذاتي هذا يستخدم في عملية نقل في خطوط النقل بتاعت الطاقة. حنجي نتكلم معي بعدين بالتركيب وبالاستخدامات والعيوب والمزايا. في نوع آخر من الآلات تسمى آلات خاصة، لأنها مش من ضمن المقرر، لكن هنا على سبيل المثال عندك متقاب ومتاكيف الهيلتي والكمبريسا والآلات اللي تشتغل بتركيبة خاصة، يعني مش موضوعنا بالنسبة للمقرر هذا. احنا حنركز على المولدات، محركات، محولات. محولات واخدين ان احنا من قبل في اعتقد في الفصل الثالث او الرابع، في الرابع، واخدين في ال واخدين ايضا الماشين 1. فنحن تو نعرف اي الات كهربائية 1، احنا نعرف الات كهربائية 2. هنستمر في بعض المواضيع المتقدمة في الات الكهربائية. طبعا خذيته في الفيزياء وفي ال حتى في الفئات الكهربائية 1، المواد المغناطيسية وعلم المغناطيسيات اللي هو يشرح حركة الإلكترونات وكيف يتكون مجال المغناطيسي والكهربائي. كل الذين حمروا عليه بشكل سريع جدا. ومقدم عليه أن المواد المغناطيسية تشكل جزءا هاما في تركيب الآلة الكهربائية، فهي تشكل وتوجه المجالات المغناطيسية التي تمثل الوسط الذي تتم فيه عملية تحويل الطاقة من الطاقة الميكانيكية للطاقة الكهربائية، أو من الطاقة الحركية لطاقة كهربائية. وفي حالة المولد والعكس في حالة المحرك، معروف المولد تجي طاقة حركية يحولها لطاقة كهربائية في حركة ميكانيكية حركة يعني. لكن المحرك العكس، محرك تعطيه كهرباء، تعطيه طاقة كهربية فولتية معينة بيش هو يولع ويعطيك حركة كيف محرك السيارة مثلا. لكن مولد العكس، مولد تعطيه حركة بيش هو شنو بيش هو يدور ويعطيك طاقة كهربائية. أما المحولات فتكون الدائرة المغناطيسية مغلقة، بينما في الآلات الكهربائية الدوارة تحتوي على عنصرين أساسيين هما العضو الدوار والعضو الثابت، متصلين بثغرة هوائية. هذا اللي كنت قلناه من بداية، قلنا أن المحول راهو دائرة متاعها مغناطيسية مغلقة وعبارة عن ملفات ومفيش أي حركة. لكن الآلات الكهربائية اللي نحن المفروض أن اللي يركزوا عليهم أن اللي فيهن عضوين، عضو جزء دوار متحرك وجزء ثابت غير متحرك. جزء الدوار هو مسؤول عن الحركة، حركة الماشين، وعضو الدوار هو مسؤول عن شنو؟ مسؤول عن توليد الطاقة الكهربائية، واللي يولد في الحركة هو بعدين يولد في الطاقة في المجال المغناطيسي. في معظم الآلات الكهربائية ما عدا ذات المغناطيس الدائم يتم توليد المجال المغناطيسي اللي هو magnetic field بتمرير التيار الكهربائي في ملف ملفوف كويل على مادة حديدية مغناطيسية، يعني عبارة عن نلفه، ناخد قطعة حديدية نلف عليها سلك، هي ملف سلك ملفوف اسمه ملف، ومرر فيه تيار كهربائي يبدأ مغناطيس، يتكون مجال مغناطيسي ويبدأ عندنا مغناطيس كهربائي. الوحدة الأولى المغناطيسية هناخد ريفيو سريع كي ومراجعة سريعة على التعريفات المهمة في المغناطيس كسبيل مدخل أو تمهيد لهذا المقرر. المجال المغناطيسي magnetic field هو المنطقة الموجودة حول قطعة حديدية ذات مغناطيس دائم أو موصل يمر فيه تيار كهربائي. مثل ما قلنا هو قطعة حديدية عندها فيها مغنطة أو عندنا موصل بنلف نمر في تيار كهربائي فيتحول إلى يولد مجال مغناطيسي. وهذه الرسمة توضح كده مثلا، عبارة عن قطعة مغناطيس عندك فيها قطبين، قطب شمالي وقطب جنوبي، نورث وساوث، ال N وال S، وعندك هنا خطوط المجال المغناطيسي كيف ما مبين اتجاهها بالأسهم الصغيرة هذه. هذا مغناطيس دائم يعني، وممكن مر تيار كهربائي في حالة إنه كان مغناطيس ملفوف مثلا قطعة حديدية ملفوف عليها سلك، هنشوفه في الرسمات الجاية. هذا في حالة خطوط المجال المغناطيسي حول موصل يمر به تيار كهربائي، هذا موصل
سلك يعني ملفوف يمر في تيار كهرباء، يبدأ يتولد عليه مجال مغناطيسي خارجي يخرج منك. أو بحيث أن التيار خارج جاي في اتجاهنا، أما إذا كان التيار داخل ماشي غادي داخل الموصل، فإن شكل خطوط المجال المغناطيسي بهذا الشكل هتكون. طبقا للأسهم المبينة بالرسم. الشيء الآخر أن خطوط المجال المغناطيسي لملف يمر فيه تيار كهربائي. هنا إذا كان إحنا خذينا ملف، هو ملف أو الملف سلك ملفوف، وصلناه فيش في مصدر طاقة فولتية معينة، يمر في تيار، يطلع من مصدر تيار I يمر في السلك، خلال مروره في السلك شو يصير؟ يتولد والسلك هذا خلاص هنسموه ملف. يعني كان يعني أول ما السلك ملفه يجي اسمه ملف. أول ما يمر، بمجرد ما يمر التيار حيتولد مجال مغناطيسي بهذا الشكل في اتجاه مرور التيار. واضح؟ أيضا إذا تم لف الملف لتوه، بس لفيناه على ايش؟ لفيناه على قطع حديدية، قطعة من الحديد مربعة، وجينا خدينا السلك ولفيناه على القطع الحديدية والمعدنية، وصلناه بمصدر طاقة. هيمر التيار الكهربائي من المصدر، يمر في الملف الملفوف على القطع المعدنية، هيتولد مجال مغناطيسي كهربائي يسمى نقطة القياس الكهربائي. كيف مبين بالشكل؟ في اتجاه مرور التيار الكهربائي، اسمه مبين بالأسهم المرئية. عندنا تعريفات أخرى، منها تعريف التدفق المغناطيسي اللي هو magnetic flux، وهو عدد خطوط المجال المغناطيسي الموجودة في دائرة مغناطيسية ويقاس بالويبر، يحافظ على قيمته خلال أي جزء مستقيم في الدائرة المغناطيسية، فهو مماثل للتيار في الدوائر الكهربائية. يعني هو شنو؟ هو نفس التيار في يعني كأنك أنت بترسم دائرة كهربائية عندك دائرة مغناطيسية، فهو يناظر التيار الكهربائي في الدوائر الكهربائية. وهنشوف بعدين نديرو مقارنة ما بين الدائرة المغناطيسية والدائرة الكهربائية، وشنو يناظر أو يماثل التيار، وشنو يماثل المقاومة، وهكذا. يعني شدة المجال المغناطيسي H، ويمكن حسابها في الدوائر المغناطيسية البسيطة بتطبيق نظرية أمبير، والتي تقول بأن التكامل الخطي لشدة المجال المغناطيسي H حول مسار مغلق يساوي التيار الكلي داخل هذا المسار. كثافة التدفق المغناطيسي B كي انتنستي وهذه دينستي، هي كمية التدفق المغناطيسي التي تعبر مساحة معينة تكون عمودية على خطوط المجال المغناطيسي. أي أن القانون متاع حساب كثافة التدفق المغناطيسي بي تساوي فاي على اي، حيث فاي تقاس بالويبر، والاي هي مساحة، فالمساحة تقاس بالام تربيع، اريا تقاس بالمتر تربيع، والوحدة اللي تساوي يوبر على متر تربيع تسمى تسلا، وتمت بحرف التي. أما علاقة شدة المجال المغناطيسي مع كثافة التدفق، فهي البي تساوي ميو لتش. شنو هي ميو؟ هي عامل نفاذية. وعندنا ميو ار وميو دوت. شنو هي ميو ار؟ شنو ميو دوت؟ ميو ار هي معامل نفاذية نسبي للمادة، أما ميو دوت فهي معامل نفاذية للفراغ أو الهواء، وهي تساوي ثابت، رقم ثابت، تساوي 4 باي في 10 أس ناقص 7 هنري أوفر بير متر. هذا يعني الميو ار، هذه لكل مادة، مثلا النحاس، الألمنيوم، الحديد، كل معدن أو كل مادة عندها معامل نفاذية معين.
لكن معامل الفردية متاع الفراغ متاع الهواء في ولا دوت، وهذا هو الثابت مقاس ومعروف 4 باي 10 سم. كذلك حتى لكل معدة مقاس ومعروف، ولكن حتى تتبع الجدول معين وتمشي ترجع له، تدخل في حساباتك في المسائل إن شاء الله كل مسألة تمشي ترجع للجدول وتاخذ معامل الفردية النحاس أو أو مثلا المنيوم الحديد القزاز أي معدن أو مادة. لكن في العادة تعطى، يعني تعطى هذه معلومة من الثوابت المعطية يعني في المسائل. الدائرة المغناطيسية المكافية اللي تكلمنا عنها بدري اللي هي ماجنتيك ايكويفالنت سيركت، هي تكافئ الدائرة الكهربائية. نحن نعرف ان اللي يعلمين رسمة بي هي اللي تعرفوها في السيركت انتم، عبارة عن اي هي مصدر الطاقة الكهربائية اللي هو فرق الجهد، هنا عندي مقاومة رمزها R، بمجرد ما نسلط الجهد على المقاومة حيمر تيار كهربائي I. فهذه الدائرة عندها ما يكافئها في المجال المغناطيسي، فيسموا فيها الدائرة المغناطيسية المكافئة. فبدل E حيكون عندنا مصدر اللي هو F فورس قوة، ومغناطيسية عندنا مقاومة مغناطيسية R، بس تختلف رمز بتاعها شوية، ال R فيها شوية انحناء. وبدل ما نكتب الكارنت I حنكتب الفاي هي شنو، هي الفيض المغناطيسي بدل التيار. هو يعتبر مناظر أو مماثل التيار هو الفاي، مماثل ال R هي ال R المغناطيسية، وبدل الجهد فرق الجهد الكهربائي حيكون شنو، قوة الدافعة المغناطيسية. هي قوة الدافعة الكهربائية وهي قوة دافعة مغناطيسية. قوة دافعة كهربائية ترمز لها برمز الـ E، وقوة دافعة مغناطيسية يرمز لها برمز F. طبعا الجدول التالي مقارنة ما بين الدائرتين المغناطيسية والكهربائية. هذا الجدول نفس ما قلنا تو، القوة الدافعة المغناطيسية ترمز لها بحرف الـ F، هي الـ M اللي هي الـ M M في F، والقوة الدافعة الكهربائية هي الـ E. الناتج اللي ينتج من مصدر القوة الدافع المغناطيسية هو التدفق المغناطيسي فلاكس، هو الفاي، والتيار الكهربائي هو ينتج من شنو، ينتج من القوة الدافع الكهربائية، ينتج منها تيار ويساوي شنو، القوة الدافع الكهربائية على المقاومة. والفلاكس هو الفيض يساوي الاف هي قوة دافع مغناطيسية مقسومة على الـ R هي المقاومة الممانعة المغناطيسية، الممانعة المغناطيسية. المغناطيسية ترمز بالـ R وتحسب بالـ L على ميو A، وتكون محددة يعني محدودة. والمقاومة الكهربائية R تحسب كذلك هي L على رو في الـ A. عندنا ثوابت نفس ما ذكرنا بدري بالنسبة للنفاذية هي الميو، وفي الدائرة الكهربائية عندنا الموصلية اللي هي الرو. هذا المنحنى التمغنط يبين العلاقة ما بين البي والاتش في حالة بداية المغنطة عند مرور التيار الكهربائي، فيبدأ المعدن بالتمغنط ويصل إلى حالة التشبع اللي هي الساتوريشن، فتستقر عملية شنو، فيبدأ هنا شبه العملية استقرار وثبات عند مقاومة مغناطيسية عالية. بداية تكون العلاقة طردية وغير خطية إلى أن تصل إلى حالة الساتوريشن والتشبع. في البداية حتكون عندك مقاومة مغناطيسية منخفضة low R، وفي النهاية بعد توصل لمرحلة التشبع هتلقى مقاومة مغناطيسية تمت تزيد إلى أن وصلت لمستويات عالية هاي. معها يتم استقرار أو ثبات العلاقة ما بين الـ H والـ B بعلاقة شبه خطية. نفترض أن القالب الحديدي لم يكن مغماضا، قمنا بتوصيل تيار كهربائي تدريجيا، فإن منحنى التمغنط يأخذ الشكل التالي. مع زيادة التيار يصل إلى نقطة التشبع التي بدورها بعدها لو زاد التيار لا يزيد شدة المجال إلا قليلا،
وبدوره تزداد كثافة التنفس بشكل قليل أيضا بشكل قليل، ولكن وتكون كثافة التدفق عند هذه النقطة هي بماكس، أي أن المنحنى من 1 إلى 2 كما بين بالرسم. التخلف المغناطيسي هو نوع من أنواع المفاقيد أو الخسائر تصير في الطاقة، ويبين لنا المنحنى أن القدرة التي يعيدها الملف إلى مصدر القدرة أقل من القدرة التي أخذها منه، وبالتالي يوجد ضائعات تسمى هذه الضائعات بضائعات التخلف المغناطيسي BH، وتكون على شكل حرارة في القلب، ومع تكرار دورة التيار الكهربائي تزداد حرارة القلب بسبب هذه الضائعات. لذلك نستخدم في هذه الآلات صفائح الحديد المطاوع وصفائح الصلب السيليكوني لتكوين القلب، وذلك لأن لها حلقة تخلف مغناطيسي ذات مساحة قليلة، وذلك لتقليل هذه البيئات. وتغير كثافة التدفق المغناطيسي بسرعة في القلب المغناطيسي تتولد قوة دافعة كهربائية داخل هذا القلب بسبب التغير الزمني للتدفق المغناطيسي، فينشأ تيار دوامي يسمى بالتيار الإعصاري اللي هو إيدي كارنت. وبما أن القلب له مقاومة كهربائية R، يؤدي مرور التيار الإعصاري الآي إي اللي هو كارنت إي دي إلى فقد في القدرة قيمتها I في الآر، ويظهر على شكل حرارة في القلب، وتسمى هذه المفاقيد مفاقيد التيارات الإعصارية، يعني هي لوسز من تفقد في قدرة على شكل حرارة. سببها أن شنو أن عندك تخلف مغناطيسي بسبب مرور التيارات الإعصارية اللي هي الإيدي كارنت. نستخدم طريقتين للتقليل من هذه المفاقيد الإعصارية، عندنا طريقتين باش نقصوا من قصة الخسائر والمفاقيد اللي تصير بسبب نشوء التيارات الإعصارية بسبب تخلف مغناطيسي. استخدام المواد المغناطيسية ذات مقاومة عالية جدا، استخدام مواد مغناطيسية ذات مقاومة نوعية عالية، إضافة أو نضيف بعض المواد اللي تساعد في إضافة زيادة المقاومة مثل السيليكون، فنضيف بحوالي 4% من السيليكون للحديد المطاوع بشنو بيش تزيد من المقاومة النوعية متاعها زيادة ملحوظة. الطريقة الثانية نستخدمه في الشرائح أو الصفائح، نستخدم قلب مكون من صفائح الصلب الرقيقة أو المعزولة عن بعضها، حيث تكون الإعصارات الإعصارية اللي هي الإيدي كارنت محصورة في مساحات ضيقة تقلل تأثيرها على الخصائص المغناطيسية. يعني عندنا أسلوبين أو طريقتين للتقليل من الخسائر باستخدام يا إما إضافة السيليكون بنسبة 4%، أو إن إحنا نستخدم قلب حديدي من صفائح كأنها شرائح. بيناتها فراغات بسيطة ومسافات بسيطة ضيقة ينحصر فيهن التيار الإعصاري، وبالتالي نلاحظ أن مفاقيد التخلفية ومفاقيد التيارات الإعصارية تكون على شكل حرارة في القلب، وبالتالي مجموع هذه المفاقيد تسمى بمفاقيد القلب الحديدي أو مفاقيد حديدية، هي كورلوس، فيرمز لها برمز BC، BC اختصارا للكور وB اختصارا للباور المفقودة، فيقولها كورلوس، فهي مفاقيد أو خسائر في شكل حرارة، وتساوي البي سي تساوي بي اتش زائد البي اي، يعني خسائر التخلف المغناطيسي زائد خسائر الاي دي كارنت. الفجوة الهوائية الاير جاب، عند وجود فجوة هوائية في الدائرة المغناطيسية في هذه الحالة يتم حساب الدائرة المغناطيسية كما يلي، هنضيف حاجة اسمها ار جي، وهي شنو هي مقاومة الجاب، هي مقاومة الاير جاب، مقاومة الهواء، هذه الفرق بس، فنفس الدائرة اللي بدي رسمناها مع إضافة الآر، لأن أنا عندنا فجوة هوائية تعتبر كأنها مقاومة. القلب المغناطيسي مع الفجوة A
وهذا قلب مغناطيسي وهذا دائرة مكيف أمتع. حيث أن الـ RG والـ IG والـ HG كل هذه كلها الفجوة له هي معيش يعني هذه إلا الـ G هي المسافة، والـ RC والـ I والـ LC والـ HC للقلب الحديدي. نتوقف بهذا نكون قد أنهينا الباب الأول بشكل سريع كمراجعة وملخص للباب الأول. المحاضرة الثانية نأخذ فيها الباب الثاني إن شاء الله.